الله. استني، هتعمل ايه يا مجنونة؟ يا دناوتك يا اخي، يا دناوتك والله العظيم. ما تسيبها تشرب، الميه ما تفضش اللي على العطشان. يا اخوانا انتوا فهمتوا ايه؟ انا قصدي احنا ما نعرفش البير ده بقاله قد ايه هنا، وكمان ممكن الميه اللي فيه تكون مسمومه ولا مرمي فيه فطريات وطحالب، وكمان مش بعيد تكون دي مبولد قرود. معقوله يا ناس؟ يعني هتب الميه قدامنا كده هو انا مش هنشرب منها؟ الكلام ده لو عربي مش معاكم هتشربي من الميه يا استاذه، بس بعد ما اعمل لها التحليل اللازم. تحليل؟ مش لما تعمل لنفسك التحليل الاول يا ابو بالهريسي؟ طب ما يلا يا عربي، مش دي شغلتك؟ يلا حلل. يا حضره الضابط، التحاليل مش بالسهوله دي، دي محتاجه ادوات كيميائيه ومعمل للتحاليل، ومحتاجين ثاني اكسيد الجنبانيزيوم ونطرات السيفودزوم، والابحاث دي هتقعد ما بين شهر لشهرين او ثلاثه، ولازم يشرف على هذا البحث دكتور ويكون برتبه استاذ متفرغ لكي يكون على درايه واسعه بابحاث المياه الجوفيه. جنبانيزيوم ايه اللي بتقول؟ انت هتعمل كيكه؟ بس يا جماعه خلاص، دي شغلته هو ادرى مننا، محتاج حاجه تانية يا ابن رشد. تسلم يا ابن والدي، وعشان زوجك ده انا مش هخليهم 3 شهور، هعمل لكم الابحاث دي في 3 اسابيع. سيبكم يا جماعه من ذكر الجدي دهوت، انا شايف ان احنا الاسرع ان احنا نجرب على حد فينا ونشرب وخلاص. الله الله على الافكار النيره يا خاص ضابط، وانا رايي برضك ان احنا نجرب على الواد ده يولانوس ده. وهو مش فاهمنا ولا فاهم لغوتنا ولا عارف احنا بنتكلم في ايه، وكاننا بنعمل معاه واجب. واجب ايه؟ هنفهمه يعني ان احنا بنزود ميه الريديتير؟ اهو. بص الضحكه الساذجه بتاعته. طب والله الواد ده ابن موت. حرام عليكم يا ناس، ده انسان زينا. معاك حق يا عتاب، انا بعتذر يا جماعه عن الاقتراح بتاعي، ما ينفعش نبقى عشوائيين، لان القرار ده هوت هيتحدد عليه مصير بني ادم، بني ادم لو عاش ممكن يغير العالم. انت صح يا باشا، اني خالي غير العالم قبل كده؟ ازاي اعرف؟ رسم خريطه العالم غلط. لا، اللي زي خالك ده لو مات هيفيد العالم اكتر. طب بعيدا عن المهاترات والمطولات في الكلام، احنا مش هينفع نعمل البحث على بني ادم لان ده ضد العلم، احنا هنعمل البحث على حيوان، لذلك اقدم لكم هانم، مرتي، حيوان التجارب. يلا. واني تحت امركم وتحت امر العلم وتحت امر جازس عربي. يا سلام، يلا يا هانم اشرب لنا وقولي لنا ايه اخبار المي. حاسه بحاجه؟ هي ساقعه بس سخنه. هي دلع بس مسكره. هو ايه وليه اللي دلع بس مسكره؟ ساقعه بس سخنه؟ هي فنصوره؟ انا اللي اسف يا اخوانا، مفروض البحث بتاع السم بيجري على بني ادم طبيعي عشان نشوف السم بيوصل من المريج لحد الامعاء خلال 3 ثواني، دي عندها من المريج للامعاء في دائري ما بينهم. دائري طلع فاضي ولا ايه؟ الحقني يا هانم. هانم في ايه؟ بتقول يا عربي انت مالك انت؟ اصل شكلها صعب عليا. انت ابني ما عندكش نخوه؟ ده وقته هانم. هانم فوق يا هانم. هرم كان نفسي اتجوزك واخلف منك. كان نفسي اتجوزك كان شربة ويسكي، ما انت مرت يا بنت وتخلفي مني ان شاء الله، احنا في غابه. يلا قومي هاتلنا عيل. لا عيل ايه، هاتلنا طرزان صغير. مش هنلحق، كان نفسي عرب عيل يبقى شبه ايه؟ قولي شبه. ايوه قولي. ما تقولي يا كاتا. انا اللي شربتها انا. واللي قطعت اللي واخدني كلها طبيعي. وسع لي، سيبها لي زي سيبها لي سيبها لي طبيعيه. خلي كلها طبيعيه. يلا وين الدبه؟ وين في البيت؟ وين الدبه؟ لقينا المية ولا ايه؟ كنت افرح اكتر لو لقينا مكنة نتدارى فيها. ما احنا لقيناها لقيناها، وانت قعدت تقول لي في شعر وتضيع في الوقت، قلت لك انجز ما سمعتش كلام. انت صح يا هانم، بس هعمل ايه؟ الشعر هو اللي بيصبرني يا بيت. عارفة يا هانم؟ ايه؟ وانا صغير قالوا لي اصبر لما تكبر هتدوق العسل، ولما كبرت قالوا لي اصبر لما تتجوز هتدوق الشه، ولما اتجوزتك قالوا لي اصبر لما تسافر بره هتدوق النعيم.
سافرت انا وانت والطياره وقعت وما دقتش غير الفقر والجوع والضحك لميت. هصبر تصبر لحد اما نخلف. لحد اما ايه؟ نخلف نني. انت ناويه تقدمي على عيل؟ ايه دي هي العيل بيقدموا عليهم؟ اخس عليك يا سعرب ما قلت ليش ليه؟ ادينا كده مش هنلحق وممكن ناخد عيل بقى يكون محدش عايزه خالص ولا يكون معيوب ولا فرز تاني. عيل فرز تاني؟ هتجيب لنا عيل من الجوهره؟ يا بنت انا بتمجلت عليكي عماله تقول اصبر لما نخلف. هنخلف منين واحنا مش لاقيين اي مكان يلمنا يا بنت؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي ننط في البير؟ لا يا اخويا ده ضلمه خاف. ضلمه تخاف؟ طب ما تيجي نطلع الشجره. ماشي بس لو هتشيلني. هشيلك؟ ايه؟ لا هصبر اكيد لما هعجز ربنا هيكرمني. ياه المية دي والله غذاء الروح. ايه ده المزيكا هي اللي غذاء الروح؟ لا يا اخويا المية هي اللي غذاء الروح. ازاي؟ مش بيقولك حاسب الرجل روحه هتطلع اديله بقة مية. انت جبتيها من منظور اخر يعني. صح صح. عموما الحمد لله ان احنا لقينا البير لان زماننا دلوقتي كنا ميتين من العطش. ربنا ما بنساش حد. طب قولي لي يا عتاب انت لسه مش فاكره حاجه؟ والله مش فاكره حاجه خالص. ما تزعليش نفسك انت لسه قايله ربنا ما بينساش حد يعني ان شاء الله يومين ثلاثه كده والذاكره هترجع لك. اطمني اطمني. انت هتخيب ولا ايه؟ نعم هتخيب. لا انت فهمتيني غلط. انا كنت عاوز اساعدك. هتساعدني ازاي؟ يعني لما المس ايدك ممكن اعرف انت كنت بتشتغلي ايه. يعني لو ايدك خشنه يبقى انت كنت بتعملي اعمال يدويه زي النجار حداد خراط. اما بقى لو ايدك ناعمه فمعنى كده انك ما كنتيش بتعملي اعمال يدويه زي النجار حداد خراط. ولو ست بيت؟ لا يبقى نشوف رجلك بقى. والله الصراحة اللي أنا فاكرها عن إيدي إنها لما كانت بتنزل على وش واحد كده هون كان بيسور. يعني ما أعتقدش المعلومة هتفيدنا نعرف أنت كنت إيه. هي الناس اتأخرت ليه في ملي الأزايز كده؟ إيه ده؟ في إيه؟ إزاي؟ إزاي ما فكرتش في الموضوع ده؟ يا جماعة يا جماعة في حاجة مهمة جدا ما خدناش بالنا منها بسبب غمرة السعادة اللي احنا فيها. غمرة السعادة دي اللي قبل محطة العباسية. بالظبط اللي عند أحمد سعيد. اللي عند ملك المجوى وفراولة. الأوبيسي. صح احنا جيران بقى. جيران يا فرج. أنا آسف يا جماعة اسمها غمرة السعادة مش غمرة السعادة. غمرة السعادة دي اللي قبل محطة العباسية. أيوه عند شارع أحمد سعيد. اللي عند ملك المجوى وفراولة. القبيصي. احنا جيران بقى على كده. جيران يا فرج. ممكن أقول حاجة مهمة بقى؟ أنا آسف. إزاي يا جماعة في بير هنا على الجزيرة؟ إزاي؟ من لطف ربنا بينا ونعمة بالله والحمد لله. السؤال بقى ازاي في بير هنا على الجزيرة؟ ازاي؟ من فجري من فجري جيت استفرد بالمدام يطلع لي بير في قلب الجزيرة. طب انت حمار قوي جايبها عند البير. كنت تقول لي كنت جبت لك اوضة بمنافعة. يا جماعة انا قصدي البير ده اتبنى ازاي؟ هو انت مستغرب ليه يعني؟ ناس فحروا فحره طلعت ميه راحوا عند بتاع الطوب جابوا طوب وبعدين راحوا عند الموان جابوا مونه واللي بتاع الحبال جابوا حبل واللي بتاع الجرادل جابوا جردل. كل ده انا ما عنديش عليه اعتراض. مين بقى اللي حاسب على الكلام ده كله؟ مين هم الناس دول؟ هو انت لك شرب ولا بحلقه؟ ما تشرب وانت ساكت. واحنا مالنا من دول؟ ازاي احنا مالنا؟ على رايك يا بلسم باشا والله. ازاي يا ست انت؟ احنا ايش ضرنا الناس دي مشطبه صح ولا مش صح؟ حلو ولا وحش؟ الله ده التشطيب مش عاجبني ذات نفسه والبتاع دي هتلاقي قريب. بطل يا عم هرتالي بطل. انتوا ما حدش فيكم فاهم الباشا. استهدى بالله يا باشا بس ما تاكلش ببقك. انا هشرح له. استحاله. اسمعني بس مش انت قصدك ما دام احنا لقينا ناس هنا هو وبيشطبوا تشطيب زي الفل كده